صباح الخير لكل المشاهدين وين ما بيحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. اليوم 11 أدار 2015 نهار جديد، نهار يمكن يكون عادي ونهار يمكن يكون كتير مميز. نحن بانتظار شو بيصير معنا كل يوم، وإن شاء الله ما بيصير إلا الأشياء الروعة، إلا الأشياء اللي ممكن تغير حياتنا بطريقة إيجابية. اليوم حلقتنا قصيرة شوي ولكن عملناها انتنسيف لحتى نعطي كل المعلومات يلي لازم نعطيها، ورح بيكون معي جاد خطيب بأبتوديت وبتكنولوجي. بونجور جاد. بونجور أنا، كيفك اليوم؟ جود، كيفك؟ منيح. جاد أنا وياك اليوم رح منقلي على النهار بأب تو ديت وبمعلومات جديدة، وكمان عندك أخبار جديدة بتكنولوجي. صح، كل العالم كانت عم تحكي عن الحدث يلي أبل عملته من يومين تقريبا. نهار الاثنين كان كشفت على نوعين من اللابتوبس اللي عندها اياهم، الماك بوك اير والماك بوك برو والاي واتش. ما حاحكي كثير عنهم لانه كل الانترنت حكي عنهم وكل العالم تعرف صارت عن ابل واتش. حاحكي اليوم اكثر عن وحدات من الذهب الصغيره تقدر تنوجد بالجسم لتقدر تكشف المرض السرطان. اعطينا كل التفاصيل هلا طيب جاد، خلينا نتشوق شوي. اوكي لكن رح نشوف كل التفاصيل بتكنولوجي بعد شوي. وكمان مثل كل يوم اكيد مشاهدينا بنبلش نهارنا بتقرير اليوم، تقرير مهضوم لاسم منطقتكم الدكوانه، خلينا نشوف. دكوانة؟ ما بعرف عن جد اسمها الدكوانة. أنا بعرف، ما عندي فكرة لأنه ليش سموها دكوانة؟ بس ما بعرف اسمها دكوانة، ما بعرف ما بعرف ديك وانا أنا ما بتطلع معنا يعني شو ما جزأتي. دكوانة يعني دكانة مزغرة. دكانة دكوانة معقولة دكوانة. شو خص هاي بهاي؟ لا ما بعرف شو، ما بعرف ما بعرف. يعني إذا بس جزئية مثلاً ديك وين يعني إنه وين؟ هذا مرة بسمعها هيدي، مع إني سمعها مرة كان رئيس البلدية على التي في وحكي إلا بس نسيتها. يربي عني زي كده. ديكوانة باللغة السريانية كانت هي داكونة. داكونة إنه كل بيت عندها مصطبة قدامها، هيدي معنات داكونة، يعني داكونة مصطبة. هلأ مع الوقت صارت انه تطور، صارت من داكونة انتقلت لاسم ديكوانة. هيدي يعني معروفة بكتب التاريخ، انما اذا كان كمان قصة تانية بس هيدي بشك انه تكون مزبوطة. بقولوا كان في مرأة تركية ايام الانتداب التركي انه ضيعت ديكاين، اما ديك بقى طلعت ما بتعرف تحكي عربي مزبوط، صارت تقول ديكي وين ديكي وين. انتقلت كمان انه صارت انه ديكواني ديكواني. بقى بشك انا بهالخبرية ان تكون مزبوطة على الارجح، وتاريخيا وحسب الكتب الموجودة موجودة الخبرتين فيها، بس تاريخيا بتصور مزبوط انه اللي قلته اول شيء انه جاية ان هي تعريفها هي دكونة، هي تعريف المصطبة. منبلش أخبار أب تو ديت لليوم بخبر وإنجاز للبنانيين، كمان إنجاز ممكن يخلص حياة الكتير، وإنجاز بلش من وراء حاجة شخصين لأشخاص يتبرعوا بالدم وما قدروا يلاقوا الأشخاص المناسبين أو يمكن ما قدروا يوصلوا لهالأشخاص بالوقت المناسب. جان لوي جاموس وروميرو حبيب حولوا هالتجربة العاطلة لأبليكيشن. هالأبليكيشن اسمها تبرع، ممكن ننزلها على أندرويد وآي أو إس لحتى نقدر نساعد الملايين ونقدر نوصل بأسرع وقت ممكن لفئة الدم المطلوبة من المستشفى الأقرب لكل مريض. وهالفكرة يمكن أو عايزين لحتى أنه كل الناس يساعدوا وكل الناس أنه ينزلوا هالأبليكيشن على تليفونهم. وهالأبليكيشن طبعا هي مجانية 100%، فنحن بنقول لهم جود لاك وخطوة رائعة، وممكن أكيد تساعد كثير من الناس، بالاضافه اكيد لكل الجمعيات اللي عم بتساعد بتبرع بالدم وتحديدا دوني سون كونتي اللي بنوجه لهم تحيه كبيره. خبريه كثير حلوه نبلش فيها الابديت. في خبريه ثانيه كمان بنحكي عنها، هي كمان مش عجيبه كثير ولكن ببلد العجيب ممكن يصير مرض. هذا المرض يلي غريب جدا وهو
بيصيب الدماغ وبصير نشوف في اشكال مختلفه باحجام مختلفه. هذا المرض بصيب الدماغ وبنقدر نحن نعمل تشخيص له كان عن جديد بطريقه كثير عجيبه. نعرف هذا المرض اول مره بعام 1952 وسمي من بعدها ب اليس ببلد العجائب. Exactly. اليس ان وندرلاند يلي هو السبب الاساسي لهيدي الاعراض يلي بنغير نحن اشكالها واحجامها. وهيدي منا هلوسه ولكن تشخص المرض انه هو مرض كليا مختلف عن التلوث المعروف، وشبهوه بقصه او سموه تيمنا بقصه اليس ان وندرلاند، لان بهالقصه اليس بتصير تشوف البطله، يعني بتصير تشوف هي الاشكال عم تكبر وعم تصغر وبتصير تشوف شخصيات مختلفه وكانه عم تتخيل اشياء، فمنشان هيك سموه المرض باسمه 100%. وممكن البعض العالم كان يعني حطوها بتعاطي المخدرات ولكن هذا الشيء كان منه صحيح. صح مزبوط. وهو مثل مرض غريب بسيطة وبده معالجة ومرض جدي منه مزحة أبدا. خطر جديد بيهدد لبناني وكأنه معنا يمكن أخطار كفاية لألنا، وهي المواد المشعة. هالمواد المشعة يلي عم تدخل على لبنان بحجة أنه هي حديد للعمار، وبيتبين بعدين أنه هي أبدا منها حديد للعمار، إنما هي مواد بتشع، مواد ممكن تكون سرطانية ومؤذية جدا. والأبشع من هيك أنه هالمواد هاي ما ممكن بقى نرجع نظهرها من لبنان، لأن ولا بلد بيقبل ياخدها، فمنشان هيك مجبورين أنه نلاقي أماكن لدفن هالمواد لحتى ما تقدر أو ما توصل شعاعاتها للناس. وسلط الضوء عليها الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، يعني الله يساعد اللبنانية على كل مصيبة أكبر من الثانية يا جد. يعني خبرية ورا خبرية عم نشوفها غريبة من نوعها، والخبرية الثالثة أو الرابعة يلي هي كمان بحسها غريبة من نوعها هي نوع من الشوكولات يلي كان أصدر بروسيا بموسكو تحديدا العاصمة الروسية، وكانت قدمته عرضات الأزياء الروسية، وهو كان تم انقطاعه عن السوق الروسي لمدة 7 سنوات، وكان العرض هو تقريبا مثل كأنه افتتاح لنوع جديد من الشوكولا يلي هو تحديدا من فرنسا، وكان انوجد وكان اطلقوا مؤخرا بروسيا والعاصمه الروسيه. يعني صارت موضه انه ينلبس الطعام كتياب من قبل عارضات الازياء، يعني شوكولا، لحمه، كذا نوع من الاكل. الموسيقى الصاخبة انتبهوا منها يا شباب، لأنه هالموسيقى الصاخبة ممكن إذا انسمعت أكثر من ساعة واحدة بالنهار تخفف السمع وتكون مضرة كتير بالسمع، وليش إنه ممكن توصل للطرش. فصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أصدرت تقرير وعطيت فيه كل هالضرر للموسيقى الصاخبة يلي ممكن تسبب مشاكل بالسمع. 1.1 مليار من المراهقين معرضين لخطر الأضرار بسماعهم بشكل دايم، وهالشي ما بيرجع بيتصلح للأسف. فنصحوا أنه ينحط هيدفونز يخففوا من حدة هالموسيقى ومن قويتها لحتى ما يتضرر السمع بشكل مباشر، وهيدا طبعا كمان لأصحاب الملاهي الليلية. ما هيك يا جان؟ مزبوط. لازم يقولون ينتبهوا هيدا الخبرية. خلينا نحكي اليوم، خلينا نذكر اول شيء او خلينا نشوف بالاول بيك اوف ذا داي، صوره exactly. اليوم يلي دائما بنوحي هيك النهار، وطبعا هالصور يلي بيبعتوها كل المشاهدين على صفحه فيسبوك الخاصه فينا، صوره روعه لسانتر في. وكمان بنذكر المشاهدين انه فقراتنا يلي ممكن يشاركوا فيها بعدها مكمله، كوكينج نهار السبت، بتبعتوا لنا كل التفاصيل على صفحتنا وبتشاركوا مع تينا وستيفاني كل نهار سبت، بتشاركونا وصفاتكم. ايضا ميك اوفر مع ريتا لمع كل نهار تنين، تتواصلوا معنا وبتحضروا شوي مع ريتا قبل ما تجوا نهار التنين وتعملوا ميك اوفر على الهواء. كوت اوف ذا داي جات؟ كوت اوف ذا داي اليوم هو عنا بدك تقرأ عنا؟ لا هي عندي. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.
انا بدي اذكر انه هيدي كان اي من الانجيل كمان، وهيدي هي اختيرت بي كوت اوف ذا داي بشهر الصوم المبارك. رح مرافقكم بي اب تو ديت على اجمل واحلى الاقوال يلي مذكوره للديسي الكنيسي وابرزها كان هذا المقول الحلوه يلي قالتها. واكيد كل يوم هيك هالكوتس يلي بيذكرونا بزمن الصوم، بهالزمن يلي ممكن او لازم نرجع فيه شوي لنفسنا جاد لحتى نعيش اكثر واكثر بسلام. ومنشان هيك كمان بنحكي كل يوم عن القديسين. بتعرفون القديسين يمكن تتعرف عليهم لاول مره، واليوم القديس فيليب الشماس ولد هالرسول بقيصريه فلسطين، وهو احد الشمامسة السبعه يلي اختارون المؤمنين عملا بإشارة الرسل الـ 12، وطبعا كان يساعد المحتاجين والأرامل ويعلم كل الناس أنه يساعدوا غيرهم. كانت صعبة لأن مش كل الناس كانوا مؤمنين وكانوا يتصرفوا بهالشي، ولكن صاروا يشوفوا المعجزات وصار في بالمدينة فرح عظيم وتعمد الكثيرون، ورجع انطلق نحو الجنوب وبطريقه كمان كان عم ببشر. ما بيذكر التاريخ زمن من وفاته، ولكن التقليد الكنسي بيحكي انه توفي ايضا بقيصريه. مثل ما فقت اليوم لقيت في امطار غريب هالطقس، غريب هالطقس اليوم مع ضباب حتى على الساحل. هذا هو انتقال وتغير الطقس بين مناخ واخر. اليوم حنشوف في تفرق بالامطار خلال النهار وانخفاض متوسط لمرتفع بدرجات الحراره، وممكن كمان يصير. عجبتك نشط طاز؟ كيف عرفت شو عم فكر؟ قلت انا والله بيلبق له لجاد يطلع هيك يتمشى ويفرجينا احوال الجويه لكل يوم. الطقس عم بيتغير هلا بين التنقلات يعني اللي عم بتصير، وحنشوف كمان غزير من الشتاء ممكن اليوم الليله تحصلوا مع عواصف رعديه. اذا بنحب شوي بعد طقس الشتاء ممكن نستمتع بهذه الاصوات لليوم. يعني هيدي للاشخاص اللي بعد ما شبعوا من الشتويه من جاد منه. انت منون؟ انا كنت مبسوطه امبارح طالع الهواء السخن. جاي ايام الصيفيه وجاي الشوب لاحقين يا ريت الشتويه ترجع تجي. بس امبارح كمان مش غلط، كان نهار هيك نحس فيه انه بلشنا صح النقله بين الطقس والثاني 100%. بس كمان مضر، يعني لازم كل الاهل ينتبهوا ويبعثوا جاكيتات مع اولادهم على المدرسه. جاد ميرسي لك، هيدي كانت اخبار اب تو ديت لليوم. اكيد برجع بشوفك بتكنولوجي جاد. هلا رح نروح على اوتو فوكس، ناخذ بريك ومنرجع على ام تي في الايف.